السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكثير من صفحات رياضية العربية، وين راهم نقولوا هجوم غير مبرر على المنتخب الوطني الجزائري وعلى النجم الأول في المنتخب الوطني الجزائري وهو رياض محرز، رغم أن رياض محرز يقدم للجزائر، ليس كل بلاد وتمثل روحها، كل بلاد وتمثل أعلامها. كي نولوا نلعبوا كل بلاد وتمثل، يعني وين الناس ما يحوسوا شأننا كيفاش يحوشوا التقليل من المنتخب، التقليل من قوة المنتخب الوطني. كاين بعض حتى إعلاميين وين شاهدنا كيفاش الشوالي وين يتكلم قال لهم باغي نلعبوا، باغي نطيحوا نلعبوا مع تونس، باغي الجزائر مع تونس ولا المغرب. أنا واحد من الناس ماذا بيا ما نلعبوش معهم، ماذا بيا ما نلعبوش معهم، لأن المنتخب الوطني الجزائري نتمنوا، انا شنو نقول، نتمنى الشمال افريقيا يتاهلوا لكاس العالم، نتمنى ان تونس تتاهل، المغرب تتاهل، والجزائر تتاهل، ان كل فريق يطيح في مجموعه، كل منتخب يطيح في مجموعه، وكل منتخب يتاهل ان شاء الله بربي. علاش تحوسوا على الفتنه؟ الناس يحوسوا على الفتنه، كل واحد يقول لك باغي يطيحوا، من باغي يطيحوا، لا كل واحد علاه، ماهيش مليحه لنا، ماهيش مليحه كاع. خسارة لشمال إفريقيا، نقولوا خسارة لشمال إفريقيا. على ذيك ماذا بيا ما نلعبوش، ما نطيحوش مع فريق من شمال، مع منتخب من شمال إفريقيا. هذه هي، نتمنى إن شاء الله بربي الجزائر تأهل، المغرب، تونس، تونس وين تأهل، هيا وربي كل واحد وربي يسهل عليه، كل واحد يضرب على روحه. واللي يروح بعيد يمثل العرب، ويمثل كما كان يقول لك الجزائر تمثل العرب. مثلنا العرب اليوم كيفاش راكم طايحين علينا. وين نتابع مؤخرا التكلم كثيرا عن من الصفحات الرياضية العربية على منتخبنا الوطني وعلى نجمنا الأول رياض محرز، والذي بالمناسبة حاليا محل إشادة كبيرة من الصحف العالمية، وين التكلم مفهوم جدا، مصدره الغيرة من المنتخب ترك لهم تنافس الإفريقي وارتقى لمستوى العالمي، منتخب تفصله مباراة واحدة للتساوي مع المنتخب الألماني في عدد المباريات بدون هزيمة. لن نرد على أي صفحة بما تكتب، لأننا صرنا لا نمنح أهمية كبيرة لمن هو أسفل منا، بل نطلب من أنصارنا الأعزاء عدم الانسياغ خلف هذه المواضيع والاكتفاء بالخروج من مستنقعاتهم وفقط، يعني من أجل الجزائر وفقط. لكن كما يقول لك كما تكلموها قال لهم نمتلك القدرة على القصف لكن الذخيرة غالية والهدف رخيص جدا. هذه هي على بالك، قادرين احنا نردوا على مصر، احنا رانا نشوفوا وين الصفحه، كاين صفحه مصريه وكاين صفحه تونسيه وكاين صفحه حتى من الاردن وقطر، وين شاهدنا والامارات، وين شاهدنا وين راهم يعني طايحين خشان علينا. وحنا ما شتنا الجزائريين خاصة وين كاين ناس، شوف المصريين على زوج، كاين اللي يخدم بالجزائر وكاين اللي يعاير في الجزائر بصح يخدم بالجزائر. حنا نتمناو لكم ما تشوفوهمش هاد الناس، خلوهم في بلاصتهم، خلوهم في بلاصتهم، حنا نعرفوهم هذو لما يبانو دروك، نعرفوهم في 2008 انا نعرفهم في 2010، انا ما نعرفهمش اليوم، انا ينبخلوا اليوم، انا يقلبوا البيستا ولا الجزائر. هاودي راكم غير تنبحوا علينا، الله يجيب الخير، الله يجيب الحظ والسلامة، والله راكم غير تنبحوا علينا. ها راهم راكم قاعدين فيتو نتوما، بالك مصر نكرب حتى بربعة وقيلة بشحال، ها روحوا تبعوا مصر، شكروا مصر، اشكروها مصر، روحوا قيلونا وصعيك. عاودي 2008 2009 انا راني علاه قلعتوا لي فيديو تاعكم القدم،
كستو الجزائريين دخلوا عندكم بزاف، روحتوا كاع نقيتوا القدم تاعكم، كاع قلعتوهم لي فيديو تاع 2008 2009 قاعدين تضحكوا في الغاشي علينا، راكم عاقلين عليها؟ انا راني عاقل عليها. بالك جزائريين ما كانش، ما كان اليوتيوب قليل وكان كان الفيسبوك قليل. انا نتمنى ان شاء الله بربي تروحوا تفتشوا عليهم تعرفوا شكاين، كل واحد الله يسهل عليه. هنايا تفرجوا ما تفرجوش الله يسهل. انا المهم رانا نقول لكم شتا كاين، انا نقول لكم شتا كاين. هادو ناس راهم يديروا صفحات راهم يهاجموا، يعني قال لك، قال لك اسد في بلاده، واحد مصري ادايرها قال لك اسد في بلاده وارنب في مانشستر سيتي. هاو كاين اللي كاين كيسمو صلاح دا تشامبيونز ليغ مع مصر مع ليفربول، وخرج دوزيام تور في بلاده في الكوزينه، في الكوزينه طياب الماكله محطوطه، محرز خرجه، محرز قال له خرج قارع برا، قال له كي ندخلوا نقي الطابله، قال له نقي المواعين تاعي، قال له ما غاديش تاكل. دخلوه هما والسينيغال كلاو جاو خارجين، وقالوا له ادخل نقي. راك حنايا الى محرز كيما ذاك المصري قال لي كومونتيها، قال لي اسد في بلاده هو ارنو في مانشستر سيتي. معليش حنايا حنا لهنا الحمد لله يا ربي كيجو هنا يحطوا رجليهم ويلعبوا. حنا ما خاصناش تاع يلعب في مانشستر داير التير ومين يجي لبلادو ما ينجمش يقيس خطوه. لا محرز كونترير، محرز محقور على بالنا على ديك حنا واقفين معاه، محرز ولا اي لعاب كتب لي مين رديت عليه، اكتب لي اودي المصري هذا تعرفوه اودي نتوما نعرفوه مليح، كتب لي قال لي بالماضي أسوأ مدرب في الشوط الثاني، بالماضي رابح 22 بارتيه، بالماضي راه رابح 22 بارتيه، أسوأ مدرب ورابح 22 بارتيه، كو جا احسن مدرب هذه نتوما راكم تشوفوا فيه أسوأ مدرب. هذا المصريين راهم يشوفوا فيه باللي أسوأ مدرب، اما لا بالماضي أسوأ مدرب مكان والو كاع عيان عيان. هذه هي الرد، حنا قادرين نردوا عليكم قادرين نبهدلوكم بصح ما نحوسوش عليكم، على بالنا باللي خلينا لكم المنافسه في افريقيا، حنا رانا مع العالميه، حنا بنحوسوا نحطموا الرقم القياسي تاع الالمان، وما المنافسه الافريقيه راهي ليكم. حنا كي يجي العرس تاع لافريك في 2022 في الكاميرون نعاودوا نجو نشرفوكم، نشرفوكم وندو ندو لاكوب الثالثه، غادي ندوها الثالثه غادي ندوها اللعب اللي انا نلعبوه ندوها، غادي ندوها الثالثه نجيبوها ما كاش مشكل كاع، الثالثه غادي نجيبوها كيما تبغوا. على هذيك نقولوا بلي ودي نخلو لكم دروك المنافسه ما دابزين بعضكم بعض في لافريك. ايا وحنايا رانا لاهيين الفوق، ايا كي يجي وقت العرس تاع لافريك معروضين بلا ما تقولوا لنا، رانا حنا الوالا، رانا مع الوالا معروضين، نجو نشرفوكم نردو شكاين ونروحو موراها الملقى في الملقى ان شاء الله بربي. الا داروها في قطر، الا داروها انا مازال ما الا داروها في قطر الملقى في قطر، هذه اللي نقولها لكم. هذا هو المنتخب الوطني، على بالنا بلي راكم ذره وما تنجموش وراكم تشوفوا خازنين، هاي عندكم الدخله تاع البغل، هاي عندكم الدخله تاع البغل تاع تدخل وتخرج الدخله تاع البغل، راكم تتفرجوا في الجزائر وراكم تستمتعوا، وعلى بالنا شتوا الهدف تاع رياض محرز، على بالنا بلي شتوا الهدف القذيفه تاع ديلور، شتوا التمريره تاع بالرحمه تاع حليميه يعني مدروسه. شوط ثاني من حق زيمبابوي يضغط من اجل تعديل النتيجه، خاطر عليه باش يلعب على الكاليفيكاسيون، وشاهدنا كيفاش الزيمبابوي وين فرحوا ورضاو بالتعادل، يعني لعبوا امام فريق كبير ولاعبين نجوم كبار امثال محرز
بن ناصر، بن كيسموه بن عمري في ليون، راخر في بيتيس، بماندي، بالسبعيني في الألمان، يعني حليمية، في غولي، إبراهيمي، يعني نجوم ديلور، يعني نجوم كبار. على ذيك ما على بالنا، الله يحسن عونكم. تحية الجزائر.